جاهز لليوم الرياضه على الطريقه اليابانيه، ولما نجهز لليوم الرياضه على الطريقه اليابانيه احنا قلنا ان الطريقه البوس لان احنا نجهز عن طريق التوكاتسو، فده كان سبب الاقتراح بتاعنا ان احنا نجهز اليوم الرياضي عن طريق ايه؟ مجلس فصل، ونقدر من خلال مجلس الفصل من خلال التوكاتسو ان احنا نجهز اليوم الرياضي. Thank you.
خطوة مقارنة. خطوة مقارنة نعمل فيها ايه؟ نقارن نحط المتشابهات مع بعض وناخد ايه؟ الارقام اللي كانت مع بعض. دلوقتي نعمل فيهم مع بعض فيما يخص ده ممكن نعمل ايه؟ فيما يخص تخطيط الملعب في حاجه مهمه جدا عايز اخد بالي منها. اولا تخطيط الملعب هيكون امتى؟ لو وقت جلسه التنفيذ مع الهلال، هل هيناسب الوقت ولا لا؟ احنا عندنا معيار، عندنا معيار اللي هو لازم تناسب وقت التنفيذ او التجهيز. بس في حاجه كده احنا ممكن نعملها، طبعا الحكم بتاع عمر مهم جدا، اللي هي فكره المواد اللي احنا بنخطط بيها الملعب، لو احنا جينا نعملها بايدينا ممكن تضرنا او كده. بس ممكن يبقى لها حلول، ممكن الزيوتيات، ممكن يبقى الاشراف المعلم، يعني الحوض بتاعك. لا بص، من الاساسيات حتى المعلم في التربيه الرياضيه اتاكد معاك الموضوع ده، من الاساسيات الملاعب لازم تكون مخططه علشان قواعد اللعب، يعني الكره لما بتعدي الخط ولا كده لازم يكون ايه؟ نعرف ان عدد الخط يبقى الكره مثلا اوت، نص الملعب لازم يبقى عارفين، فمن اساسيات الملاعب اللي هي تكون في التخطيط. الحاجه بس اللي انا بتكلم عليها فكره الوقت بتاع تنفيذ مجلس الفصل والوقت بتاع تجهيز الملعب، هل احنا نقدر نعمل الحاجات اللي احنا هنعملها في الفصل وفي نفس الحصه اللي هنعمل هناك؟ ده اول سؤال ليا بالنسبه لي، بساله لكم وبتناقشوا فيه. السؤال الثاني،
فكره ان انا اخطط الملعب في درس التنفيذ وليكن ان هو يوم الاربع الجاي واللي هو رياض الاربع اللي بعد، هل الجير او الحاجه اللي انا خططتها الملعب هتبقى ذات كفاءه اسبوع كامل ولا ممكن تروح؟ كل واحد بقى يفكر في كل واحده من دي هنقدر نحققها ازاي. يلا اتفضل معايا كده. الفصل دعوه لاولياء الامور انها هتعملها ازاي؟ يلا نكتب كده. يلا نستعد كده اللي هو القريب. ممكن نكتب جوه يوم مختلف. ممكن نكتب جوه سلاح من الحاجات دي هيشتر كده؟ روح انت مع ميسي ونعتمهم معاه كمان حاجات تانية تقولي ليه يعني زي رسمة حاجة زي كده. حد عنده رأي؟
دليل
الاساس اهل الراي وبتدعمهم بناء على لازم يبقى لك راي متفق معاه في ايه لازم توضحيه يا شباب. بدعم عشان احنا برضه لازم نشد اولاد الامور يعني نخلي بيتهم حلو على المدرسه ماشي اتفضلي. انا فاضل لسه في تسجيل دعوات بالالوان تمام؟
يبقى احنا عندنا البيست فيز هنعمل ثلاث حاجات. ايه هي؟ هنعمل تصميم العلم كمجموعات، وهنقسم في المحور الاخير اللي هو من ده هيبقى بيني وبينكم وهنظبطه. الدعوه الاولى الامور هنعملها وفكره حلوه قوي وبسنا على راي هناء اللي هي بتقول ان احنا ممكن من خلال الدعوات خلاك هديه ويبقى شكلها حلو جدا، وكمان عجبت رايكم ان انتوا قلتوا ان انتوا هتعملوه بطريقه ايه الاورجان اللي انتوا متعلمينه، فما شاء الله ترجمتم في الراي ده حاجات كتيره جميله جدا. تفعيل اللجان المدرسيه انا بجد يعني مفتخر بكلامكم عن اللجان المدرسيه وان هي في دماغكم وتفعيل ادوار اللجان المدرسيه لان هو نشاط جديد عليكم. ففكره ان انتوا تبقوا في مجلس فصل ويبقى لها ادوار بجد انا مبسوط جدا 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 منكم في الحته في الجزء ده. فيما يخص التيشيرتات اللي خسرت فصل السنه اللي فاتت عجبني حاجه سريعه. اولا انتوا فكرتم ان احنا ممكن ما نستهلكش ونجيب حاجات جديده فاحنا نستغل اللي فات، فده حاجه رائعه. كمان التيشيرت السنه اللي فاتت كان جميل جدا ولونه جميل.